صباح الخير. صباح الخير. انت هترسم ايه؟ البحر. البحر بس؟ والموج والسماء. ممكن ترسمي؟ ممكن اوي. اتفضلي هناك. هناك على البحر. اقعدي عندك. ايوه. لا اقعدي خدي راحتك. وشك شمال شويه. ايوه كمان. برافو. وفين بقى الابتسامه الحلوه؟ ايوه صح. انا مش هقدر اقعد معاك كتير. ممكن تكملها مذاكره؟ بس انا ما لحقتش ادرس ملامحك كويس. طب ما تدرسها. ممكن نقعد دقيقتين من غير كلام؟ ممكن. خليني ابص لك بس. يا خبر ابيض، ده انت حلو قوي. زي ما كنا. ممكن اعرف حاجه عن حياتك؟ نروح الجزيره عشان نبقى لوحدنا. الله، رايحه فين؟ مروحه، وما تحاولش تبصلي ولا تكلمني بعد كده، فاهم؟ وليك اخوات؟ اتنين، منى بتعيد ثانويه اصغر مني بسنه، والدكتوره امينه اللي قاعده هناك. دي كل العيله؟ ماما وبابا ماتوا من زمان. وابله امينه هي اللي؟ ايوه، هي اللي بتربينا. عشان كده ما اتجوزتش؟ تقريبا كده. وايه كمان؟ احكيلي. منى هيام، منى كنتوا فين؟ ابدا، اصلي غوطت في البحر شويه، حسيت بكرامب في رجلي، كنت هغرق. ستر ربنا، واحد كان على البرسوار شدني، خدت نفسي ونزلت على طول. وانت يا هيام؟ انا ولا حاجه من دي ابدا. كنت فين يا هيام؟ انا طلعت على الرمل وقعدت اخد حمام شمس، فسرحت في الامتحان والنتيجه والمجموع. انت النتيجه تطلع بقى، خلي الواحده تستريح. عملت ايه؟ الآن أستاذ عادل. إيه دي؟ فاتورة الحساب يا فندم. هي الدنيا طارت يا أخي، أما أخد نفس. اتفضل. أوي يا فندم، حاضر. فرجت. My beautiful. Oh fine, and I can speak English. Oh fine. Yes, come on. You should haram. Oh, just said Ali. Said Ali. Oh, okay, yes. Come on. انت عاوز مني ايه؟ بحبك. كده. طيب. ايه ده؟ فتيس؟ الله. من امتى بتحبني؟ من اول نظرة. والكتاكيت الصغيرين مش مالين عينيك؟ كتاكيت مين؟ انا بتاع الفراخ الرومي. معاهم فلوس. انا ما فكرش في الفلوس. بتشتغل ايه؟ لسه خريج وهتعين قريب. ايه ده، خريج معهد التمثيل؟ لا، كلية الفنون. امال مش عارف ترسم ليه؟
يقطعك دي نكته جديده لك. في واحده اجدد منها. استنى علي لما اخد نفس. اموت فيك. اسكت. هتتجوزيني امتى؟ اسكت. اديني هبره. في واحده تانية بتتفرج قال له انت فاكر ده ما بتفرقش. في واحدة تاني بتاع الراجل اللي واكله كفتة، أكله كفتة. خيرك نبيل، الحمد لله على السلامة. أهلا يا ولاد، اتأخرتوا عليا قوي. وصل ماما. ماما أقدم لكم الأستاذ سمير فهمي. خيرك ابن الكبير. نبيل الصغير. ولادي حبايبي، اقعدوا يا ولاد. اتفضل يا سمير، اتفضل. اهلا وسهلا. انا سعيد جدا بمعرفتكم الحقيقه. ماما كلمتني عنكم كتير، بتقول انكم ولاد شطار في المدرسه. ما بتخلوهاش تجيب لكم مدرسين خصوصي، ومؤدبين قوي ومهذبين قوي. يا حبيبي ايه دي، وحمه؟ لا دي ضربه مطوه. خناقه صغيره كده في الشارع. اهلا وسهلا. هما ما بيتكلموش ليه؟ يمكن مكسوفين، ولا يمكن تعبانين من السفر. هما فعلا باين عليهم تعبانين. طب استاذن انا بقى حلوين. لا استريح شويه. مش تقعد يا سمير وتاكل. ما انا هرجع بعدين. يمكن عايزين يقولوا لي حاجه. كاني ماني دكان الزلابالي. اقعد والنبي قول لهم نكته. لا بعدين بعدين. حلوين قوي، ربنا يخليهم لك. يا خراج على المربع ده يخبل، ولا العفريته ابو فتحه. اهلا يا ولاد. الله، ايه حصل؟ ايه المفتاح من فضلك؟ الله، ازاي تقعدوا وياه تشربوا وتهزروا؟ وماله يا حبيبي، مش هتجوزه؟ تتجوزيه كمان؟ اهدى بس وانا هفهمك. نبيل نبيل، يا ركبي. ايه ايه اوعى. ايه خد. ايه عيني عيني، اوعى تسحبني ظهري. ولا خد بقى كويس. يا كرومبا راجل رجل، اوعى بقى. خد خد يا منفوخ انت حليب. اي خليط مطلع عليك، البنطلون مش بتاعك. يا دي الفرده دي خبيثه. بس يا ولاد مش كده، مش كده يا حبايبي، مش كده يا حبيبي. ايه ده، انت خلفتيهم في اللومان؟ يلا نبيل استنى يا حبيبي، احنا هنسافر لبابا، هنعيش شويه، مش هنشوفك ابدا. ابوكم طلقني بالثلاثه، وعشان ارجع له لازم اتجوز واحد تاني. اهو ده الواحد التاني، هتجوزه واكتب كتابي ويطلقني على طول. انتوا مش كنتوا قلبين دماغي؟ ارجعي لبابا، ارجعي لبابا. خلاص ده محلل، عارفين يعني ايه محلل؟ سافروا تقولوا له الكلام ده، واذا وافق هخلص الحكايه على طول. هو اللي هيسافر وانا هستنى معاك زي بعض يا حبيبي، بس المهم تصالحوا العريس. يلا مستنيين ايه؟ اي دمعة حزني. لا 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 لا، استاذ سمير، استاذ سمير. البحر امامكم والعيال وراكم. ما تخافش، احنا متاسفين، ما كناش نعرف ان حضرتك خاطب ماما وهتتجوزوا. احنا عازمينك على العشاء يا بيه. خلاص سامحتني يا بيه. انا بحبك يا دنت يا سكر قوي، وانت كمان يا معظم. وانا يا بيه. ده انتوا فقعتوني حته علقه، انما لذه. احنا متاسفين. ما يا ساعة هاخد قفل انوانزا.